أنسة فين يا دكتور؟ راحت فين؟ أمك قامت الصبح شافت أنيسة ركبها 500 عفريت ما هديتش إلا ما ندهت على راجل بتاع الروبابيك كان معدي ساعتها. جه شال أنيسة ودفع 150 جنيه. يا نهار أزرق، ده أنا هحرق البيت كله. بعتوا أنيسة اللي بتاع الروبابيك؟ صلى على النبي، صلى على النبي، أوه ما تعملش في نفسك كده. الله، يعني أمي جاية بعد كل ده عشان تعمل فيا كده؟ يعني أمي جاية تنغص عليا عيشتي؟ ده أنا الدنيا لما كانت تضيق بيا ما كنتش ألاقي غير أنيسة والقعدة دي. أنا بعت الدنيا كلها عشان أقعد جنبها كده يا باشا. ليه كده بس يا أمي؟ ليه؟ تحرميني من الحاجة اللي أنا بحبها؟ ده أنا كنت بزق في الأيام السودة دي، عاوزها تعدي بأي شكل. قاعديها إزاي أنا بس دلوقتي؟ تفيد يا أنيسة؟ وانده على الباشا يجي ياكل. الراجل مكسوف، دخل البلكونه وقافل على نفسه ومش عايز يطلع. ماشي يا ام. الحق يا باشا، دي أنيسة. أنيسة يا باشا، أنيسة، أنيسة يا باشا، حبيبتي أنيسة، حبيبتي. بس ايه رايك بقى؟ خطفتك انا حته خطفه بس ملعوبه، ملعوبه. حرام عليك وربنا حرام عليك يا باشا. حرام عليا انا؟ ده انت وريتني الويل. طب وامي يا باشا؟ لا امك ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده، ده فيلم. فيلم بس معمول عليك صح. بس الشهاده لله يا باشا معمول صح الصح. مش كده؟ ده انا اتثبت. حبيبتك يا ليزي. حبيبتك. بس بس عادي.